نص الاستماع وسائل النقل القديمة والحديثة للصف الثاني الابتدائي المناهج الجديد 1441 هجرية 2020 ميلادية. اجتمعت وسائل المواصلات قديما وحديثا، وأخذت كل واحدة تتحدث عن نفسها. فقال الجمل: أنا سفينة الصحراء أقدمكم جميعا، فقد حملت الإنسان على ظهري وسرت به في الصحراء مسافات طويلة دون ملل أو تعب. قالت السيارة: مهلا أيها الجمل، فأنا من أسرع وسائل المواصلات الحديثة، ألواني كثيرة وأشكالي متعددة، أحمل الناس وأمتعتهم وأنقلهم من مكان إلى مكان براحة ويسر، وصديقتي الشاحنة تنقل البضائع الثقيلة إلى أماكن بعيدة. اقتربت الطائرة وقالت: أما أنا فأسرع وسائل السفر، وشكلي يشبه الطائر، فلي جناحان مثله، وعجلات أقف عليها، ومحركات قوية تساعدني على الطيران بسرعة فائقة، فأحمل الناس والبضائع إلى بلاد بعيدة. قال الجمل: وأدي أيتها السفينة، أنا أحمل على ظهر الركاب والبضائع، أعبر بهم البحار والمحيطات ليلا ونهارا، محركاتي القوية تعمل بالوقود، وقد كنت قديما أعتمد على أشرعتي عندما يهب الهواء. قال القطار: هل نسيتموني؟ أنا القطار الطويل، أسير على قضبان حديدية، أحمل أعداد كثيرة من الناس وأمتعة ثقيلة، أنقلهم بسرعة ويسر، محركاتي قوية، كانت قديما تعمل بالفحم، أما اليوم فتعمل بالوقود والكهرباء. وفي الختام: لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.